الله يساعدك. شلونك؟ ايش قد راتبك؟ 250. شنو رايك اذا قلت لك راتبك اقل شيء راح يصير 350 وفق القانون الجديد للتقاعد الضماني الاجتماعي؟ مو بس هاي، واذا كنت تشتغل وانت مضمون وقررت انه تبطل وتشوف عمل ثاني، فدائرة الضمان راح تضمن لك اجورك بشكل شهري لبين ما تلقى عمل جديد. بالاضافة الى ذلك العامل الشمل بالضمان الصحي، يعني اذا تعرضت لا سمح الله لاي حادث راح تقدر تتمتع باجازة مرضية، ولا سمح الله اذا انصابيت بعجز بنسبة 30% فتقدر تطلع تقاعد. العامل صار له حق بالاجازات المرضية، وراتبك التقاعدي لا سمح الله اذا توفيت راح يتحول لاولادك. واذا تقدر تبلغ صاحب العمل انه يقدر يشمل نفسه بالضمان مو بس العاملين وفق القانون الجديد، وانت عزيزتي العامله حيكون لك حق باجازات الامومه براتب تام. اما انت عزيزي صاحب البسطيه او سائق التاكسي او اي واحد عامل ثاني، هم راح تقدر تدخل ضمن فرع الضمان الاختياري مو مثل القانون القديم الا تكون تشتغل في مكان معين او عند صاحب عمل. مو بس هاي، انت تدري الدوله راح تدفع لك او تدفع عنك نسبه 15% من الاستقطاعات الخاصه بالضمان كم يوم وينفتح باب التسجيل، وتقدر تسجل وفق إجراءات جداً بسيطة.